بعد تدني مستوى منسوب مياه سد بوسيابة ببلدية الميلية يشهد اليوم امتلاء كليا نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة والتي وصلت إلى أزيد من 140 مليمتر. بعد الأمطار الأخيرة بلغت الكميات الفائضة أكثر من 31 مليون متر مكعب، اضطررنا إلى فتح صمامات السد لتخفيف الضغط وتفادي التوحل. وبطاقة استيعاب إجمالية تزيد عن 100 مليون متر مكعب يزود هذا السد 6 بلديات بالولاية، إلى جانب تزويد المنطقة الصناعية ببلارة وتحويل المياه نحو سد ابن هارون انطلاقا من محطة الضخ هذه. هذه محطة الضخ وتحويل المياه سد بوسيابة سد ابن هارون، وأيضا نزود 6 بلديات بالمياه الشاروخ. نقوم بضخ من 40 ألف متر كيب إلى 120 متر كيب بارجور. كما عرف سد كيسير هو الآخر امتلاء بنسبة 100%، ما من شأنه ضمان تزويد سكان بلديتي جيجل والعوانة بالمياه الصالحة للشرب. سعة سد كيسير 60 مليون متر مكعب، كانت نسبة امتلائه قبل الأمطار الأخيرة حوالي 90% من الامتلاء، وبفضل الأمطار الأخيرة والمقدرة في سد كيسير ب 73 مليمتر زادت سعته إلى 100%، وهذا ما يكفي بتزويد المياه الصالحة للشرب. معدل التساقطات المطرية الأخيرة سيسهم دون شك في تغطية الطلب المتزايد على ماء الشرب وتحسين المردود الفلاحي.